ناشطون ووجهاء ومواطنون يطالبون بإطلاق سراح أكثر من 2000 شخص تم اعتقالهم أبان سيطرة داعش على جنوب وجنوبي غرب كركوك من قبل القوات الأمنية بعد فرارهم من بطش التنظيم. ملف المغيبين والمعتقلين والمختفين قسريا هو ملف مؤلم ومعقد ومؤثر بحياة الآلاف من العوائل ومؤثر على السلم المجتمعي في محافظة كركوك. منذ عام 2003 ولغاية عملية فرض القانون كان هناك الآلاف من المعتقلين، لكن تم تسجيل أكثر من 2000 شخص تم إخفائهم قسريا وتم اعتقالهم بدون أوامر قبض عراق من القضاء العراقي ونقلهم خارج الاختصاص المكاني للقضاء العراقي، مع أنهم من أهالي محافظة كركوك وبدون علم الأجهزة الأمنية الاتحادية بهذا التغييب أو هذا الاعتقال ونقلهم خارج محافظة كركوك أيضا بدون علم القضاء أو علم الأجهزة الأمنية. المعتقلون الذين قضى بعضهم 7 سنوات وأكثر دون محاكمة تذكر يطالب ذويهم بإطلاق سراحهم أو تسليمهم إلى مقر العمليات في كركوك للتحقيق معهم، ومن كانت عليه جنحة أو جناية يحاكم عليها، أما البريء فيتم الإفراج عنه ليرى النور بعد سنوات خلف القضبان. من 2015 مغيب لي، حتى هسه ماكو أي خبر، لا عرفنا بي عايش لا عرفنا بي ميت. ودخلوا علينا أشخاص ما ملثمين ومدنيين وذكروا اسمه من فلاح وشالوه بدون أي أمر قضائي، ودورنا عليه لي حتى هسه بالسجون العراقية بالسجون السليمانية ماكو نهائيا، ما أخذنا أي خبر. وأطالب الجهات الحكومية والأمنية أن يشوفون حل بهاي القضية المهمة الأساسية اللي هو المغيبين. عندما يغيب القانون ويتهاوى ميزان العدل ويخيم ظلام الظالمين ويكون الأقوى هو من يتحكم بنظام الغاب، حينها تجد شبانا خلف القضبان دون جريمة. هنا تتعالى صرخة خرساء لعلها تحيي ضميرا قد مات. سعدون السلطان، قناة التغيير، كركوك.